السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة جديدة من النصائح اللي بنقدمها في شهر رمضان لمرضانا. النهاردة موضوع مهم جدا وبيهم شريحة كبيرة من الصائمين في شهر رمضان، وهو عن الاضطرابات المعوية. فهنتكلم عن 9 أطعمة تسبب الاضطرابات المعوية في رمضان يجب تجنبها. تناول الأطعمة الباردة والساخنة في نفس الوقت يؤدي إلى حدوث اضطرابات المعدة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك وفي أيامه الأولى بالذات. يحدث هذا عادة في رمضان لأن الإنسان ينتقل من نمطه الغذائي الذي اعتاد جسمه عليه في الأيام العادية إلى النمط الغذائي في رمضان. تحدث بعض المشكلات في المعدة نظرا لعدم اعتيادها على هذا الأسلوب الجديد في التغذية، ولأن التأقلم معه يحتاج إلى بعض الوقت. ومن المشكلات التي تصيب الجسم في هذه الفترة الارتباك المعوي والانتفاخ والإسهال الحاد والمغص والتسمم الغذائي. ومن أجل القضاء على هذه الاضطرابات سنقدم لك الآن بعض النصائح التالية التي تشتمل على بعض الأغذية كي تقوم بتجنبها وتحفظ جسمك من الإصابة بهذه الاضطرابات المعوية خلال شهر رمضان. الأطعمة المقلية والمحتوية على الدهون، فهي تجعل السوائل والأملاح تحتبس بداخل الجسم كما تضعف من القيمة الغذائية الخاصة به. والصحيح هو أن تتناول الأسماك واللحوم المشوية أو المسلوقة والقليلة الدهون. المخللات والأطعمة المالحة والدسمة، هذه الأطعمة ثقيلة جدا على المعدة والقولون ويصعب هضمها بسهولة في شهر رمضان، كما أنها تتسبب في إصابة الكبد بالإرهاق وتجعلك تشعرين بالعطش الشديد. شرب المياه بكثرة في وجبة الإفطار، لأن هذا يتسبب في ملء البطن ومن ثم الشعور بالشبع، مما يجعل العصارات الهاضمة تتحرك بشكل أخف وتجعل عملية الهضم أكثر بطئا. تناول المأكولات السكرية، فهي تجعلك تشعر بالعطش الشديد وخاصة لو تناولتها في وجبة السحور. البهارات والتوابل، لأنه بيعرض المعدة للقرحة وعسر الهضم زي الفلفل الأسود والفلفل الحار. شرب الشاي بكمية كبيرة وخاصة في وجبة السحور مما يجعله يدر البول ويؤدي إلى جعل الجسم يخسر معادن وأملاح يحتاج إليها أثناء فترة الصيام. الحلويات الجاهزة طبعا بتتسبب في الإصابة بالحموضة والغازات والانتفاخات، ولا يستطيع الجهاز الهضمي هضمها بشكل سليم وسهل، كما أن تناولها بكثرة يؤدي إلى إصابة الجسم بالسمنة وأمراض القلب والشرايين والسرطان. المشروبات الغازية، وخاصة إذا شربتها أثناء تناول الطعام، لأنها تجعله يندفع إلى أسفل المعدة نظرا لاحتوائه على غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يساهم في إرباك الأمعاء بشكل أكثر سوءا. المشروبات الباردة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وذلك لأن درجة حرارتها تقترب من الصفر، بينما تكون درجة حرارة الجسم في حدود 37 درجة، مما يؤدي إلى عمل الإنزيمات بشكل غير جيد وغير طبيعي، ويؤدي هذا بدوره إلى عدم قيام الجهاز الهضمي بعمله على الوجه الأكمل. كده نكون انتهينا من نصيحة اليوم، وكانت بعنوان 9 أطعمة تسبب الاضطرابات المعوية، واتكلمنا عنها وعرفنا ازاي نتجنب حدوث الاضطرابات المعوية في شهر رمضان المبارك. لو حابب تشوف النصايح اللي احنا قدمناها قبل كده في خلال شهر رمضان، هتلاقي الروابط موجودة في الوصف تحت الفيديو، ولو عايز تشترك في القناة هتلاقي العلامة الحمراء موجودة تحت الفيديو، وكمان لو عايز يجي لك كل الاشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بنحطها يوميا على القناة، اضغط على علامة الجرس اللي موجودة تحت الفيديو. نتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم الدكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. انتظرونا في درس جديد ونصيحة جديدة خلال شهر رمضان المبارك. نتمنى لكم الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.